مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة بعنوان تدهور الساحل. كيتمتع المغرب بتوفره على واجهتين بحريتين، واجهة على المحيط الأطلسي وأخرى على حوض البحر الأبيض المتوسط، على طول كيبلغ 3500 كيلومتر. وهذا الساحل ونظرا لأهميته الكبيرة وتواجد أكبر قوة صناعية عليه، كتخليه مهدد بالتدهور والتلوث. كيعرف الساحل المغربي العديد من الأنشطة اللي كتعرضوا للتدهور والتلوث، من قبيل التوسع العمراني في المناطق الساحلية بنسبة 60% والمقذوفات المباشرة للمياه المستعملة المنزلية والصناعية بنسبة 70% من الوحدات الفندقية و 90% من الوحدات الصناعية وغيرها. من بعض الآثار السلبية، الإخلال بالتوازن الطبيعي للساحل اللي كيؤدي إلى انخفاض مخزون الموارد البحرية والضرر بصحة الساكنة والمصطافين من خلال تنقل الميكروبات المرضية عبر مياه الاستحمام، وكذلك تناول بعض الكائنات البحرية نيئة، وكيؤدي أيضا هذا التلوث إلى فقدان جمالية الساحل والقضاء على السياحة الساحلية. شنو الأسباب اللي كتخلي سواحلنا تعرف التدهور والتلوث؟ وكترتبط أسباب تدهور الساحل في اختلالات في نظام جمع النفايات السائلة والصلبة ومعالجتها، في التلوث اللي كينتج على النشاط الزراعي واستعمال المبيدات، وفي الاستغلال المفرط للرمال، وفي التلوث اللي كيرتبط بأنشطة الموانئ والصيد والنقل البحري، وكذلك حوادث ناقلات النفط. وما ننساوش البيئة منبع الحياة وأمل المستقبل، نحافظوا عليها جميع.